نتذكر الآن مباراتنا الثالثة مع منتخب الإمارات الشقيق والتي انتهت بالتعادل بدون أهداف. هذه المباراة وضعت المنتخب الوطني العراقي بوضع حرج، ولكن رغم كفاءة وضياع فرص عديدة للمنتخب الوطني العراقي انتهت المباراة بالتعادل. الآن نسترجع وياكم هذه الذكريات عن هذه المباراة. والله شعوري ما يختلف عن أي مباراة ألعبها. نعم. أنا سعى مثل ما يسعى فريق الفوز. نعم. فأنا كنا نازل المباراة هاي عملنا فينا نمشي لنحو الصدارة. نعم. ونفوز في المباراة. تخشى من الهجوم العراقي؟ فريق كله هجوم صراحة، العراقيين كلهم هجوم، من عدنان درجالي لين أحمد راضي كلهم فريق محترمين ولعيبة على مستوى عالي من الكفاءة. من ترشح الفوز بالبطولة؟ بين السعودية والعراق. شكرا. حفظ. أحمد قاسم رقم 2، عدنان زجاج 4، طاهر العريني 10، حسن تمام. انتهى الشوط الأول مثل ما تعرفون مشاهدي الكرام بالتعادل بدون أهداف. عن الشوط الأول تحدثنا معه. What you do? سنحاول لعب كرة القدم وسنخوض المباراة. وهذه لقطات للشوط الثاني من مباراتنا أمام منتخب الإمارات.